لكم بصحيه خاصه الناس ديال اسكوب اللي كيقراو عندي. السلام عليكم، السلام عليكم احبابكم. نهار كبير هذا اليوم، غادي نصوبوا لي كانابي او المملحات مقبلات تمشي خفافه في ضرب. كناخذ لافوكا ديالي كنبعسها مزيان، ومن بعد كنزيد عليها عواصر ديال الليمون باش ما تكحلش لكي لا تتاكسد وتفسد لنا المذاق، ونحرك ونخلط ونجلط كالشكل التالي هكذا. من بعد كنجيب خبيز طوست، واحد طوست نحيدو الحراشف ديالو او الحواشي، ومن بعد كندلكوه مزيان بالرولو، رولو يا رولو. منين كيترولا مزيان كيولي بلا، كنجيب كندير الافوكادرو، افوكادرو فوق الافوكادرو اسيدي، كنشد الشاركوتري راه هو بلا دند مدخن، وكنلوي على شكل سيجار او على شكل اصابع كيجي بحال هكا. كناخذ ديكور ديالي في حبه طوماط سوريز، وكنقطع هكذا، وكنعاود نزيد نقطع هكذا وكذلك، وكنجيبو فين غادي ندريسيو، وكيكون عندنا الشكل كهذا. من بعد كناخذو لي طوست كحل، هذا بان كومبلي يعني بنخالتو. من بعد كنجيب اسيدي الفرماج كنقطعو، كنجد لافوكا وكندير مع لافوكا شويه ديال الفرماج، ومن بعد كنزيد لها فوقها فريميجا هكذا. ومن بعد كناخذ لادانت في ميسومو وكنغطي، وكيجيني عندي بحال شكل كلوب ساندويتش ديال الصومو هكذا. وهذا هو الشكل الثاني. ندوزو الشكل الثالث. الشكل الثالث راه هذا مازالين حنا في الشكل الثاني. الشكل الثالث كناخذ واحد الورقه ديال الطورطيه هكذا، وكنديروا فيها الفرماج او كريمه ديال الفرماج، ومخلط مع شويه بيرسيل، شويه ديال ثلاثه ديال البوافروم مقطعين حمراء خضراء صفراء، وكنقطع كيجيني هذا داير بحال شكل تاكوس. يوم بعد كناخذ فريميج حمر كنلويه وكنديروه في كيغنو هكذا وكذلك. بالصحة والراحة وشهية طيبة، ونتلاقاو في برنامج اخر ان شاء الله. ومبروك عواشركم، وتحية خاصة للتلاميذ اللي تيقراو عندي في معهد اسكوب. راه غادي نديرو ان شاء الله لي كانابي في الطيبي الجاي ان شاء الله. بالصحة والراحة.